Son, the Holy Spirit, one God. Amen. The disciples started to preach after the incarnation of the Word of God. And after he served among the people, and he was crucified, and he was risen, and he ascended to heaven, and at last when the Holy Spirit descended on the church. What does it mean? It means the disciples received the work of the Holy Trinity. The Father loved all mankind, and he accepted that his Word be incarnated and became man, so that we feel that God is not foreign. He became very close to human being, and thus we can enter in fellowship with him. Through the incarnation of the Lord, or the Word of God, we learn from the disciples how to preach. We have to be very close even with the sinners and the non-believers, so that we can attract them to their salvation. Through his crucifixion, the disciples learn that they have to be crucified with the Lord Jesus Christ. As St. Paul said, that it was his pleasure to be crucified with the Lord, as he was crucified on our behalf. He was risen, and we learn from his resurrection that we live in the church in a risen nature. Don't say, oh, I am a sinner, I am very weak, I am far away from the heavenly life. It cannot be excused. He ascended to heaven so that we also preach by this life when we have the experience of the heavenly life. And at last, after the descent of the Holy Spirit on the church. In fact, when we see the wisdom of the Holy Trinity, the Father loved us, the Son saved us through crucifixion and granted us the new nature. The Holy Spirit grant us hope that we live in the Lord Jesus Christ. أحب أقول كلمة ما يهمش. إذا كان الآب قبل أنه يتجسد ابنه ويتكلم معنا باللغة البشرية وهو الله ليس بني البشر، وإذا كان المسيح قبل أنه يصلب من أجلنا لكي ننال الغفران وننال الطبيعة الجديدة، والروح القدس حل علينا واحنا على الأرض عشان يرفعنا للسماء. أحب أقول كلمة وسامحوني عليها. أنا أذكر سنة 70 لما جيت هنا أو في لوس أنجلوس طبعا، وبعدين مر علينا بعد نياحة البابا كيرلس أنبا صموئيل الله ينيح نفسه، قال لنا عايزين نتعلم من الناس اللي سبقونا. لما تمسكوا باللغة المحلية بتاعتهم في كنائس لم يبقى فيها شاب واحد مسيحي، سووا الكنيسة الأرثوذكسية. أنا خايف على الكنيسة بتاعتنا، لازم نعرف ندي الأولوية لأولادنا، لازم نعرف إن أي شباننا وأولادنا الصغيرين لما يدخلوا الكنيسة يحسوا دي كنيستهم مش كنيسة جده وعمه وخاله. احنا بنضيع الكنيسة
بمرادات الناس الكبار. سامحوني، ابني أغلى مني وحفيدي أغلى من ابني، ولازم نشوف إيه اللي يناسب ولادنا. إنما عشان نقعد نعمل القداس كله بالعربي الأولاني، طب وذنب دول إيه؟ هيجوا في يوم يقولوا لنا باي باي، دي مش كنيستنا. وحصل، مش ما حصلش، حصل في لوس أنجلوس أحد الآباء الكهنة الحلوين، لما رحت أزوره بعد مدة طويلة يعني وأعرفه هو شاب صغير، قال لي ممكن تطلب من يافة الأنبا سرابيون إن أنا عايز أصلي العشية حتى كلمة تشليل حاولها بالإنجليزي. قلت له يعني يا إبتي خالص، يا إنجليزي خالص. قال لي أنا لما هو كان بيروح كتير اليونان، قال لي أنا رحت اليونان وهو معاك زوجته، وقالوا نشوف. كان يوم حد دخلوا انبسطوا قوي قوي، بعد ربع ساعة قال لمراته يلا بينا. قالت له ده لسه جايين. قال لها ما يمش. قلت له ليه انت عملت كده؟ قال لا، الله يكون في عون ولادنا، أنا لما قعدت في الأول انبسطت بالألحان اليوناني، بعد كده ما فهمتش حاجة. يا ترى ايه ذنب ولادنا اللي بيجوا الكنيسة ويحضروا يوم الجمعة الكبيرة كلها أغلبها قبطي وعربي، وننسى إن احنا في أمريكا؟ أنا بتكلم وأنا الحقيقة بحس بمرارة لما بدخل في كنيسة في أمريكا بيتجاهل الكبار ولادنا الصغيرين، ما أقدرش أقبلها نيفر، ولو على أي مهما كان التمن. احنا مش جايين عشان نبني كنائس كبيرة، ولا جايين عشان نعمل مجتمع عربي، احنا جايين عشان ولادنا يدخلوا السماء. أرجو إن احنا حتى في صلواتنا في البيت صلي معهم باللغة بتاعته. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونتعلم من الثالوث القدوس. الآب أحبنا وقال ما قالش أنتوا أحرار، أنتوا اللي بوظتوا الأرض، ولا الابن مجرد عاش وقال أنتوا خطاياكم على دماغكم، ولا الروح القدس قال أنتوا السبب. الآب أحبنا وأرسل ابنه الوحيد، والابن أحبنا وقبل الصليب والقيامة والصعود، وحيجينا إن شاء الله في المجيء الأخير. والروح القدس قال عنه الابن، قال لنا لا أترككم يتامى. قالوا له اليتامى هتسيبنا؟ وتقول مش هتسيبنا يتامى. قال آه، الروح القدس هيحل عليكم وهو اللي هيطلع بيكم لفوق. We have to learn from the Holy Trinity, the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The three hypostases has their role for the salvation of all mankind, the young people and the old. We have to learn that we are not in Egypt, we are in the United States, and our children must learn and know how to pray in their language here. Glory be to God. Amen.